مشاهدينا الكرام، تحية طيبة وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ماذا عنت النهضة بفصل السياسي عن الدعوي؟ وهل يمكن أن نعده تخليا خفيا عن الإسلام السياسي وتراجعا عنه؟ ما أثر هذا الفصل على الحركات الإسلامية في العالم والمنطقة العربية؟ كل هذا وأكثر نناقشه في هذه الحلقة من برنامج على المحك، التي نناقش فيها الفصل بين السياسي والدعوي في حركة النهضة وأثره على الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي والعالم أجمع. معي داخل الاستوديو الأستاذ محمد جامع محمد، المساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان، مرحب بك. ومعي أيضا داخل الاستوديو الأستاذ هشام الشواني، الباحث في الفكر الإسلامي والحركات الإسلامية المعاصرة، مرحب بك أستاذ هشام. ومعي أيضا داخل الاستوديو لإثراء هذا الحوار الشباب الأساتذة حامد الصديق وعبد الله عبد الرحمن وأبو بكر حامد الشبيلي وعبد العظيم عيسى ومؤتمن ومحمد صابر الترابي، مرحب بكم. ابتداء يعني لنقرأ قراءات، ماذا عانت النهضة بفصل السياسي عن الدعوي بالنسبة إليكم أستاذ محمد جامع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. مبدأ السلام عليكم أخ جهاد، وأرحب بالإخوة الكرام الحضور داخل الاستوديو والأخ الكريم أخ هشام، وكذلك بالإخوة المشاهدين في كل مكان. أولا لابد أن نشير إلى أمر يعني مهم جدا، ليس هناك ما يسمى بإسلام سياسي وإسلام غير سياسي. الإسلام هو نظام واحد لا يتجزأ ولا ينفصل عن بعضه البعض، وثم أن هناك يعني حركات يعني تريد أن تفصل السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع عن دعوتها، فهذه هي التي تحاكم نفسها بنفسها وتبين عن أي على أي أساس بنت هذه الفكرة التي يعني دعت إليها. فنحن نقول لا فصل بين السياسة والإسلام. فلذلك هذه يعني الفكرة التي يعني ظهرت الآن، فكرة فصل الدعوة عن الحركة أو عن الحزب، هو نفس الفكرة العلمانية القائمة على أساس فصل الدين تماما عن الدولة وفصل السياسة عن الدين. أي أنت تعده تخليا عن فكرة الإسلام السياسي؟ وطبعا أنا يعني بنطلق من منطلق معين، أنا لا أحاكم الحركات الإسلامية أو أي حركة موجودة في الوسط السياسي، ليس أنا الذي أقوم بمحاكمتها ولا الحزب الذي أنتمي إليه يقوم بمحاكمة الحركات، لكن الأفكار التي يعني تؤسس عليها الحركة يعني دعوتها هي التي يتم محاكمتها. فلما تقوم هنالك تنظيم أو أي جماعة أو أي حزب سياسي يقول أنا تخليت عن الدين أو تخليت عن الدعوة وقد أسست حزب سياسي وطني قائم على أساس معين، عندنا في الإسلام هذا الفصل تماما يعتبر تخلي عن الفكر الإسلامي الذي أنت يعني دعوت إذن هي علمانية، هذا الذي هو يعني حقيقة. جميل جدا. نعم. أستاذ هشام، الرجل يقول أنه المسألة تخلي عن الدعوة في الإطار السياسي هو فصل ينوم عن علمانية، هو يصف هذه السلوك وسلوك علماني، كيف ترد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي جهاد وتحية إلى محمد جابر، مرحبا. في الحقيقة في سوء فهم كبير وفي خلط بين مصطلحات كثيرة. مثلا يعني أنت ممكن تقول فصل الدعوة عن السياسة وتجي تقول فصل الدين عن السياسة، وتعتبر انه فصل الدعوه عن السياسه وفصل الدين عن السياسه حاجه واحده، وكانه انه يعني انت مجانا تستخدم مصطلح دعوه ومجانا تستخدم مصطلح دين، ومره تقول اسلام ومره تقول علمانيه. فهنا في اشكال كبير في 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 فهمنا للظاهره او فهمنا اللي حصل في 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 تونس. يعني كيف تقراه؟ اقراه كالاتي. اولا كمدخل للموضوع، نعم الاسلام واحد لا شك في ذلك، لكن تنزله على المجتمعات، تفاعل المسلمين عبر التاريخ معه ما كان واحد. والليلة نحن في الواقع المعاصر ده يعني في كمية من الحركات الإسلامية، كمية من أشكال التدين، وما في زول بيقدر يقول الحقيقة دي ما حقيقة موجودة. يعني عندك داعش، عندك الحركات الإسلامية. فمصطلح الإسلام السياسي ما بيعني إنه في إسلام إلهي هو إسلام سياسي مثلا في مقابل إسلام رياضي في مقابل إسلام اجتماعي، لا، هو مصطلح لوصف حركات معينة.
حركات نشأت خلال القرن العشرين وكانت معنية بالأمر السياسي. البعض يقول ونشأت بعض الاستعمار. عذر البعض يقول إنه الخصوم هم الذين أطلقوا هذا المصطلح. هو بالضبط تاريخ المصطلح أطلقوه باحثين. الباحثين ما بالضرورة يكونوا كلهم محايدين، لكن المصطلح بيحيل للحركات اللي اشتغلت خلال القرن العشرين القرن السابق وكانت معنية بالأمر السياسي. الحركات دي ما كانت موجودة. مثلا في القرن ال 19 ما كان موجوده حركه الاخوان المسلمين نشات 1928، حزب التحرير نشا في الاردن برضو خلال القرن العشرين، حركات كثيره نشات. المصطلح ده لوصف حركات معينه كان عندها حاله بتاعت انكار للسياسه واساءت الفهم لموضوع العلمانيه ولموضوع الفصل. في الحقيقه هي بتطرح اسلام اسمه اسلام شمولي، اسلام زي ما ذكر الاخ محمد جابر، اسلام لا يميز بين الحزب وبين المجتمع، لا يميز بين مجال السلطة والمجال السياسي ومجال المجتمع. التمييز ده ضروري، هو في الواقع في تداخل. هل تسمي ما فعلته الحركة مجرد تمييز؟ نعم، ما فعلته حركة النهضة هو عبارة عن تطور، عبارة عن فهم صحيح، عبارة عن حكمة لحضور أو أجابت على أهم سؤال، كيف يحضر الإسلام في الواقع السياسي؟ يحضر عبر الأخلاق، يحضر عبر الهوادي العامة للدين، ولكن في واقع الأمر الحزب السياسي ما هو المعني بقضية الدعوة. الدعوة دي أمر متروك للمسلمين للأفراد للمجتمع. جميل جدا. دكتور محمد جامع، يعني البعض قد يقول أن الحركات الإسلامية والفكر الإسلامي السياسي ليس كله شعبة واحدة، أما الاتجاه هو مجرد رجل يقول مجرد تمييز إجرائي، لكن ليس بالضرورة هو تخليا عن الفكر الإسلامي. طيب أخي شهاد، أنا حقيقة يعني أجيب على في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، إذا دخلت لموقع راند كوربوريشن، مؤسسة راند www.rand.org، هذه المؤسسة جابت كلام قالت هو 5 pillars of democracy اللي هي الأركان الخمسة بتاعت الديمقراطية، ومنها قامت سمت الحركات القائمة في العالم الإسلامي بمسميات معينة. قالت هنالك أربع حركات أو أربع طوائف، هي سمتها الطوائف سبيكتروم، أربع طوائف قائمة في العالم الإسلامي. قالت هذه الطوائف هي الموجودة في العالم الإسلامي وكيف نتم التعامل معها. قالت أولا أصوليين فندمنتاليست، قالت تراديشناليست تقليديين، قالت مودانيست معتدلين، قالت سكولاريست. أربع أصناف من الناس في العالم الإسلامي قال دل بشكل الإسلام. هذه الدراسة موجودة ودل اتبناها يعني الإداريون الأمريكيون ونفذوا عليها التعامل مع الشرق الأوسط أو مع بلاد المسلمين. دي واحد. الحاجة الثانية، لما نتكلم عن الإسلام، إسلام سياسي واقتصادي وغيره، إسلام ده شنو؟ مش دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على العباد عشان يتقيدوا به ويسيروا عليه؟ طيب من هو الحق يفصل الإسلام ده؟ يعني يسميه سياسي ولا يسميه اقتصادي ولا يسميه أوزبكستاني ولا يسميه إلى غيره؟ الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنزل هذه التشريعات للعباد. يعني عشان مجرد تسميات إجرائية مثلها مثل وضع أركان للصلاة ووضع أركان للوضوء، هي مجرد مسائل إجرائية. هذه الوضع الأركان للصلاة هو الله عز وجل، والوضع أركان للوضوء هو الله سبحانه وتعالى. يعني هل أنت ممكن مثلا تقوم ما تغسل وجهك مثلا وتقول دي والله يعني دي ما فرض وما كذا؟ الأركان للوضوء والأركان للصلاة أوجد الله سبحانه وتعالى، والأركان حتى للعمل السياسي أوجد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فحصرت الدعوة، دعوة الجماعة أو العمل السياسي الحزبي، جعلته في ثلاثة نقاط: يدعو للخير، يدعو للإسلام، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. طيب دكتور أحمد جامع، يعني ألا يمكن أن يكون يعني المحافظة على المجتمع التونسي والحفاظ على وحدة الوطن والحفاظ على مبدأ الديمقراطية الذي تبنته حركة النهضة ابتداء السبب الرئيسي لتبني هذا الأمر والنأي بالصراعات الطائفية والدينية والمساجد عن الصراعات السياسية؟ والله أنت يعني ذكرت كلمة ممتازة جدا من خلال تعليقك، أنه للحفاظ على الديمقراطية التي تبنتها حركة النهضة. إذن هذا رد على الكلام. يعني ما المشكلة؟ هي تبنت الديمقراطية، يعني تبنت نظام جديد، تبنت نظام العلماني. ديموكراسي يعني شنو؟ ديموكراسي هي نفس الكلمة اللي هي فصل
عفوا وضع التشريع للشعب، ما التشريع يكون لله سبحانه وتعالى، مش كده؟ فلذلك لما هي تتبنى الديمقراطية بما فيها من تفاصيل، بما فيها نظرة للحياة، بما فيها نظام مؤسس على التشريع للبشر وليس لرب البشر. في الإسلام التشريع ما للبشر، التشريع لرب البشر لله سبحانه وتعالى. يعني أنا بس أديك مثال واحد يعني سريع جدا معلش لضيق الزمن. يعني الصحابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية دي في سورة التوبة. فقام عدي بن حاتم وكان نصراني يعني ما كان على ملة الإسلام وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، بقول يا رسول الله نحن ما عبدناهم، لما كنا نصارى لا عبدنا الأحبار ولا الرهبان، والأحبار والرهبان هم علماء بني إسرائيل وعلماء يعني المسيحيين صح التعبير. فبيقول لي نحن ما عبدناهم، فقول لي أكانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال نعم. أكانوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك عبادتكم إياهم. فالبشرع أي تشريع بيضع تشريع من غير الله سبحانه وتعالى يبقى النظام قائم بذاته، له نموذجه، له طريقته في الحياة، له نظرته لتوزيع الشؤون. جميل جدا أستاذ هشام. يعني أستاذ محمد جامع يقول أن الديمقراطية وما انتهت إليه حركة النهضة كليا يتعارض مع مبدأ الإسلام، فبالتالي يخرجها من إطار الحركات الإسلامية كليا. كيف ترى هذا الكلام؟ في مقولة ذكرني لها الأخ محمد جابر في آخر حديثه اللي هي معروفة في التراث، بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبل التحكيم في مع الخوارج، أو قبل التحكيم مع ناس معاي بن أبي سفيان، جوه الخوارج وقالوا الكلام ده ما صحيح وكفروا علي، وقالوا نحن نحتكم إلى كتاب الله ونحتكم إلى تشريع الله زي ما ذكر الحاكم محمد جابر قبل شوية. فكان في مقولة مهمة لابن عباس اللي هي بتقول شنو؟ إنه الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى لا ينطق، إنما ينطق به مين؟ ينطق به الرجال. فالمغالطة أو الحتة الحاول يعكسها الأخ ويعكسها خطاب كثير من الحركات الإسلامية ما من ضمنهم حركة النهضة، اللي هو وضع الإنسان وعقله وتنظيره للسياسة ولواقعه للأصلح له وشنو والأنسب لمصلحته مقابل تشريع الله، وكأنه في تضاد. مع أن القرآن الكريم ما بقول كده، بقول الله سبحانه وتعالى قال إني جعل في الأرض خليفة، الإنسان خليفة الله في الأرض إذا اهتدى بالهوادي الأخلاقية العامة الموجودة واهتدى بالحكم الموجودة في القرآن الكريم وفي غيره من الأديان. يبقى طرح المسألة باعتبار إنه هناك تشريع إلهي، والتشريع الإلهي ده مضاد لأي تشريع عقلي بشر يضعه الإنسان، كلام ده خاطئ والتراث يكذبه. يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة اجتمعوا وقدروا الأمر تقديرا، وعمر بن الخطاب قال خلافة أبي بكر جاءت فلتة، جاءت تقدير حكمة منه. فهذه النقطة بالتالي أنا أرفض أي وضع فيما يخص تشريع إلهي وتشريع بشري متضادين. هذه النقطة. النقطة الثانية والمهمة جدا فيما يخص العلمانية وذكر الأخ أيضا محمد جابر اللي هو محمد جابر اللي هي متعلقة بنحن لا نستطيع أن نفهم العلمانية إلا في إطار الدين المسيحي اللي كان موجود في القرون الوسطى اللي هو كان الدين المسيحي مسيطر على كل العقل البشري الموجود في أوروبا، فكانت العلمانية رد فعل لذلك الدين، لكن لا يمكن أنها تكون رد فعل للدين الإسلامي بطبيعته طبيعة. يعني مثلا في التراث الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمنزلة أنزلكها الله هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فلما النبي قال له ما منزل أنزلنيها الله، ما جاء وحي للنبي، ولاحظ النبي الذي يوحى إليه ولا شخص يوحى إليه بعد النبي، فقام قال له هو الرأي والحرب والمكيدة، فقام الصحابي قال للنبي قال له الكلام ده ما صحيح. فهنا يمكن أنه يعني الإسلام بطبيعته هو دين مع العقل، دين مع المدنية زي ما قال الإمام محمد عبده واحد من مستحي القرن التاسع عشر القرن العشرين، كتب كتاب كامل عن الإسلام والمدنية كيف الإسلام بيتصالح. فأنا أفتكر يعني في ختام النقطة دي إنه الشيخ الغنوشي حركة النهضة وصلت لهذه الحقيقة ومشت فيها. موضوع الديمقراطية ممكن إذا الزمن أرتاح هتكلم. جميل جدا. حنجي للنقطة دي بس خلينا نشوف آراء الشباب ديل. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أتفق مع هشام وأختلف مع محمد جامع، ودي طبيعة يعني حياة طبيعية جدا. إخواننا الناس لازم تخط الكرة في الواقع وتفهم الواقع شوية. يعني ما تعمل تضاد ما بين مراد الله ومراد البشر. نحن الآن في واقع النهضة، في واقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية تنازل عن صفته الرسولية من أجل أن تحصل الاتفاق. النهضة قاعدين موجودين مع واقع علماني، واقع فرنسي فارض رأيه، تنازلوا كما تنازل رسول الله. إذا ما كنت أسب الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن انت الان في واقع يعني ماذا يضر الحركات الاسلاميه ان تقبل مشروع الدوله الاسلاميه كله؟ المعنى شنو؟ حرام؟ ما حرام. الدوله من انتخابات ومن سلطات وبرلمانات وتدخل فيها انت وانت ذاتك حركه اسلاميه وزول مسلم وزول اسلامي وتدخل. الديمقراطيه هي قاسم مشترك ما بين كل المختلفين. الديمقراطيه ما كفر. جميل جدا، وضحت هذه النقطه. خلينا ناخذ فاصل ونجي راجعين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نواصل بعده هذا الحوار، كونوا بالقرب. من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج على المحك، التي نتناول فيها الفصل بين السياسي والدعوي في حركة النهضة وأثره على الحركات الإسلامية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي والعالم العربي. معي داخل الاستديو الأستاذ هشام الشواني، مرحب بك، الباحث في الفكرة الإسلامية والحركات الإسلامية المعاصرة. ومعي أيضا داخل الاستديو الأستاذ محمد جامع، مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان، مرحب بكم. وأيضا معي داخل الاستديو لإثراء هذا النقاش حامد الصديق وعبد الله عبد الرحمن وأبو بكر حامد الشبيلي وعبد العظيم عيسى ومؤتمن ومحمد صابر الترابي، مرحب بكم. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا لمسألة أنت أقمت يعني حاجز اعتبره أستاذ هشام الشواني منيع بين الديمقراطية والإسلام، وأحيانا بين الفكر الإنساني والفكر الإلهي. ألا يمكن أن يقود هذا إلى نوع من الرهبنة والثيقراطية الجديدة، أي اللاهوتية التي كان الرهبان والتي كان بالطب بالضرورة يعني الجميع يعلم أن الإسلام يرفضها يعني؟ نعم، مرحبا بك أخي جهاد مرة أخرى. حقيقة لابد يعني قبل هناك بعض الأمور أثيرت في الجزء الأول من الحلقة اللي هي مسألة أنه عمر رضي الله عنه بيقول أنه بيعة أبي بكر كانت فلتة. حقيقة هذا الكلام غير صحيح. البيعة هي حكم شرعي وجاءت في أحاديث كثيرة جدا، من بايع إماما من بايع إماما من بايع إماما، أحاديث كثيرة جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعة. والأمر الثاني، عمر ما بايعه أحد أو اثنان حتى يقول أنهم يعني جعلوا له خصوصية معينة، عفوا أبو بكر ما جعل له خصوصية معينة، بايعه الصحابة، بل أنه تم تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قال عمر بن الخطاب أنها فلتة؟ من وين هذا الكلام؟ وين ورد؟ يعني أين ورد أن عمر رضي الله عنه قال أنه هذه فلتة؟ هذه مقولة شائعة. هذه الشائعة لا يحاكم بها الإسلام. شائعة في تراث الإسلام. الإسلام هو عبارة عن قرآن وسنة. يعني الذي يريد أن يقول أن عمر قال أو أن أبو بكر قال، حتى أن عمر رضي الله عنه لما يقول هل يبني كلامه على الإسلام أم يبنيه على غير الإسلام؟ عمر رضي الله عنه عبد الله سبحانه وتعالى، صحابي جليل له، يعني ما في يعني مجال للذكر يعني عظائم عمر ومعروفة العظمة التي يتمتع بها عمر. لكن عمر رضي الله عنه لما يقول لو قال أمرا يخالف الإسلام لا يعني حاسبه الصحابة. وهذا ما قال يعني محمد بن مسلمة لعمر يوما، يقول له يا محمد ماذا إن ملت عن الحق هكذا؟ يقول له عمر والله لقوناك بسيوفنا. فإذا كون عمر يقول كلام مخالف للإسلام ده ما وارد. اثنين، الصحابة اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة وبايعوا أبو بكر، وكانت بيعة شورى، يعني جلسوا أيام ثلاثة حتى بعد ذلك بويع ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الأمر كان عندهم واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار. دي واحدة الإشارة الأولى. دي الإشارة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل كما ذكر الأخ يعني في الضيوف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل في بيعتي، يعني لم يكن يوما تنازل من موقعه يعني كحاكم يعني بتشريع إسلامي ثم بعد ذلك بحاكم بتشريع غير إسلامي بتشريع مكة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلح الحديبية كان تعليمات من الله سبحانه وتعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لما جاء عمر وقال يا رسول الله لما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله، افتكروا أنه هو ده تنازل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ما النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إني عبد الله ولن أخالف أمره ولن يضيعني، أنا عبد الله يعني أنا لن أخالف أمره. دي تعليمات جاتني وربنا في نفس الوقت ذاك نزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا سورة الفتح. فإذا ما كان في تنازل من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بينفذ تشريع إلهي شرعه له. وإذا كمان خطينا نقطة ثانية كبيرة في الكلام ده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
فما في ذول يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنازل، فالكلام ده اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة. ثالثا موضوع الديمقراطية، وإذا نحن ما تعاملنا مع الديمقراطية دي بتكون ثيوقراطية وبتكون هي قهنوتية أو رهبانية. حقيقة هذا الكلام ليس له أساس من الصحة بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الإسلام تعامل مع الإنسان بالعلاقات الثلاثة المعروفة في السلوك البشري. هناك ثلاثة علاقات موجودة عند الإنسان في السلوك البشري: علاقته مع نفسه، علاقته مع البشر، علاقته مع الله سبحانه وتعالى. الإسلام جاب تنظيم لكل هذه العلاقات. علاقتك مع الله حدد لها العبادات و القربات لله سبحانه وتعالى، يعني الصلاة، الصيام، الزكاة إلى آخر. علاقتك مع البشر حدد لها المعاملات، العقوبات، يعني في حالة الخصومات أو في حالة المعاملات الطبيعية. علاقتك يعني مع نفسك حدد لها برضو نظام يتعلق بالملبوسات والمأكولات والمشروبات إلى آخر. إذن ليس هناك مجالا لفكر إنساني؟ ليس هناك مجال لفكر دخيل، يعني أنت ليس دخيل، فكر إنساني. ما هو الفكر الإنساني ده متعلق بالأمور التي أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يعني كالعلوم مثلا. العلوم في الإسلام مباحة، يعني إذا عملت مثلا الماء بيتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة من الأكسجين، ممكن أن تجد ألا يمكن أن نعتبر أن الديمقراطية هي تطور في العلم، في علم الاجتماع البشري، فكرة العقد الاجتماعي وغيره؟ شوف ديموكراسي، لما جيت في أمشي أدخل في المادة بتاع الديموكراسي شوف أهلها بيقول إيش نوع الديموكراسي. مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية لما هي أرادوا أنهم يتدخلوا في العراق وفي أفغانستان قالت لن نسمح لهؤلاء الإرهابيين بتغيير طريقة حياتنا. الديمقراطية طريقة للحياة. ديموكراسي يعني هي طريقة بتاع التشريع، ما إلهية، تشريع من البشر. عشان كده الثورة الفرنسية لما قامت عشان تبعد حكم الكنيسة، لأن الدين النصراني أصلا دون كهنوتي، يعني ما فيه نظام تشريعي، ما فيه نظام للحكم، ما فيه نظام للاقتصاد وكذا والسياسة. فكان رجال الدين هم عن طريقهم بيطلعوا تشريعات باسم الإله. فالكلام ده ضايق، حتى حاربت العلوم، يعني تعرف جاليليو، كوبرنيكس، العلماء اللي هم كان عندهم رؤى معينة يعني في الكون، في الفلك، في كذا، رفضت الكنيسة. الإسلام ما رفض العلوم، الإسلام بيفتكر أن العلوم هي جزء من الحياة لا تجزأ، بل أدانا فيها فرصة. الأسلوب ده مبني بشكل جميل، الله ما تدخل لك في الأسلوب تعمل الزخارف والأشكال دي لأنه دفن بشري. أليس علم الاجتماع الذي ينتج الأفكار، فكر السياسي والفكر الاجتماعي وفكرة العقد الاجتماعي وفكرة الدولة الحديثة، كل هذه الأفكار هي نتاج علم الاجتماع؟ هرجعك لك لهذه النقطة، لكن خلينا أستاذ هشام نسأل سؤالا. يعني لم يسبق لهذا الفصل بين السياسي ويدعو داخل حركة النهضة يعني تنظيرا وتأسيسا على أصولها التي قامت عليها؟ البعض يعتبر أنها مجرد قفزة سياسية. اوكي، انا حاصل للنقطه اللي انت ذكرتها دي، لكن عبر المرور بنقاش الاخ محمد جامع في نقطه مهمه جدا، يمكن كانت قد ما ينتبه لها الناس وقد ما ينتبه لها المشاهد حتى. يعني الاخ محمد جامع مثلا في حته كده قال الانسان عنده ثلاث علاقات حدد لي والله سبحانه وتعالى: علاقته مع نفسه، علاقته مع الله، علاقته مع الاخر، مع البشر الاخرين. شوفت هو هنا بيتكلم، انا بخاطب عقلي محمد جامع، هو بيتكلم قال ثلاث علاقات، بدا ينظر وممكن يكتب في كتاب علاقات الثلاث. فواحد يجي يقول لا، ما ثلاث علاقات، خمس علاقات. يقول علاقة الإنسان مع الله، علاقة الإنسان مع نفسه، لكن مع البشر دي كلمة عايمة شوية. علاقة الإنسان في المجال الخاص مع أسرته، علاقة الإنسان مع السلطة، تبقى خمس علاقات، واحد عمل ستة. اللي بيتكلم هنا البشري، العقل البشري هو اللي بيتكلم، ما بيتكلم الله سبحانه وتعالى. الإشكال وين؟ إنه بهذا الخطاب حتحصل مشكلة كبيرة، بالضبط حتحصل الثيوقراطية، حيحصل إنه حيكون معانا إنسان هو بيتكلم معنا باسم الله وكأنه نبي، وبينسى المسافة الفاصلة بين تفكيره وعقله ومستواه المعرفي والله سبحانه وتعالى وخطابه، ينسى المسافة دي ويبدأ كلامه اللي بيقول هو كله كلام الله. هذه مشكلة. فيما يخص عمر الخطاب، كتب التاريخ تتكلم عن كلامه، يعني عندك سيرة آلام النبلاء، عندك تاريخ الطبري، مقدمة ابن خلدون، كلها ورد فيها هذا التقدير السياسي من المجتمع التم في سقيفة بني سعد، بوجود عمر بن الخطاب، وجود الأنصار، سعد بن عبادة كان بيفتكر الموضوع ممكن يكون للأنصار، في النهاية قال منا أمير ومنكم أمير، وشوف استخدام كلمة أمير، ما استخدم كلمة خليفة. عموما فيما يخص الديمقراطية، أنا أرجع وأقول إنه الكلام عن 5 بيلرز للديمقراطية ده بيتكلم عن الديمقراطية الغربية. الديمقراطية الغربية في تاريخ نشوءها هي كانت بهذا المعنى فعلا، وكانت بهذا المعنى لأنها
كانت ضد الثيوقراطية، ضد التنظير الكامل زي ما تذكر محمد، تنظير كامل للحياة. التنظير كامل ده يسيطر عليه رجال الدين اللي هم بيتكلموا باسم الله، حتى وإن رجعوا لنصوص ولا عملوا كنيسة ولا فيهم القرآن وكذا. النقطة اللي انت سألت منها في خص موضوع النهضة، هو فعلا ما سبق تنظير، لأنه في الحقيقة الإسلاميين وحركات الإسلامية ما عندها تنظير، ما عندها تنظير كامل، لأنها دي ممكن نتكلم عنها ليه ما عندها تنظير. لأن هي أساسا في جوهرة هي حركات حديثة نشأت مؤخرا في القرن العشرين، ونشأت لقضية الاستعمار، ونشأت عبرت عن صرخة الأمة مقابل المستعمر النزل، ووعت بتفوق الغرب وتقدمه، وجاهدت في فلسطين وغيره، لكن ما عندها التنظير العلمي والعملي. لكن اللي بيخلينا نحتفي ونسعد بالحصل في النهضة في تونس شنو؟ إنه دي أنا بقول ما حتى ما بستخدم كلمة تنازل، دي اسمها حكمة، أنا بقول حكمة، بقول بصيرة ووعي بالواقع وبالأولويات، لأنه في أولويات لمجتمعاتنا، فقر، تطرف، تنمية، دي كلها قضايا أساسية تهم المواطن. هذا التنظير السماوي الدائري عمل حياة كثيرة مثالي، ده تنظير شرير جدا بالمناسبة. لكن بحكمة الغنوش بحكمة النهضة هي الآن ماشي في اتجاه ممتاز جدا. التنظير بيجي لاحقا بعد الاتجاه، ده طبيعة الأشياء. وأساسا أي فكرة حصلت الواقع بيسبق الفكر دائما، الواقع بيمشي، والواقع داير قادة ومتبصرين بالواقع. حتى بعد ده بعد كده بيجي دور المنظرين اللي هم بيفكروا ليه الأمور مشت كده، بينظروا، ده المحتاج، ده المطلوب. نعم جميل جدا. أستاذ محمد جامع، يعني دعنا يعني نترك الديمقراطية جانبا وما يليها من فكر، لكن ومن ممارسة أيضا، هل هناك قد يسأل البعض هل هناك نظرية سياسية جاء بها الإسلام يعني يمكن أن نقول أنها هي توقيفية بهذا المصطلح، أنها توقيفية بمعنى أنها آتية من الله مباشرة ولا دور للبشر فيها؟ نعم، أولا حقيقة يعني الأخ هشام ذكر كثير جدا من الأمور المغالطات، يعني حقيقة يعني عفوا أنا مش إفاءة بالنسبة يعني، لكن هي محتاجة أنه هو يؤسس لها يعني. فكون أنه ذكر أنه يعني عمر قال ولم يرد من أين ما قلت ذكرت في كتب الحديث أو كتب الفقه أو في كتب ابن خلدون، ابن خلدون قديم خلدون سير علام النبلاء تاريخ الطبري، يعني هذه فلتة ما وردت، هذه كلمة ما وردت أصلا، يعني ما يكون جدال يعني، فما ولدت هذه الكلمة. بل أن عمر يعني لما هم اختلفوا في موضوع أنه يكون في رئيسين للدولة، في أميرين، ما يختلف يعني خليفة ورئيس وإمام، كلها ما مشكلة في الفقه الإسلامي، يعني متسع جدا من ما مضيق. فمسألة لا نضيع الزمن في هذه المسألة، لأنه هي الحدث ده نفسه حدث فيه جدل كبير، حاجة قد يحتاج إلى حلقة أخرى. لا أخ جدال يعني، نعم. أخ جهاد يعني، ما تصور الأمر فيه جدال، هذا الأمر محسوم جدا في الفقه الإسلامي، وما في أحد من الفقهاء يختلف في الأمر ده. حتى عمر رضي الله عنه لما هم قالوا يختاروا أميرين، عمر قال لا، قال سيفان في غمد واحد إذا لا يصطلحان، فما كان في جدل أصلا. وما في واحد من العلماء لا في القديم ولا في الحديث عنده رؤية في أن الأمة الإسلامية تتجزأ وتتفصل وما تحكم أو تحكم جدا. كيف ترد على مسألة الديمقراطية؟ أدخل على مسألة الديمقراطية. كون الأخ جهاد أيضا يقول أنه هناك جماعة أو تنظيم، هشام عفوا أيوه أخ جهاد، شكرا. يعني هناك أي تنظير يجي أحد بيقول بتنظير سماوي أن هذا يعتبر يعني تنظير شرير، يعني أنا عفوا يعني احتراما له وتقديرا له، فالإسلام ليس في تنظير شرير، الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. يتحدث عن من يفعل ذلك. لا معلش، أنا لما أنا أتكلم عن حركة إسلامية معناه طبيعيا أنا الأصل أن أتقيد بأفكار الإسلام وأحكام الإسلام. فالإسلام الله عز وجل يقول صراحة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة والممات لله سبحانه وتعالى. فأنا باعتباري حركة إسلامية أو تنظيم إسلامي أو حزب التحرير أو غير من التنظيمات القائمة على إقامة حكم الله سبحانه وتعالى، أنا ما بدي فكر من راسي وتنظير من راسي، أنا بستند على الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية يعني شنو؟ الأحكام الشرعية يعني خطاب الله المتعلق بأفعالنا، خطاب الله سبحانه وتعالى. فأنا بجيب آية وبجيب نص إذا كان مقدس، آية أو حديث، ومنها بستند على المسألة أو القضية المعينة أنا نظرت إليها. فواحد يقول لا انت لا، تنظيرك ده جهد بشري لك انت، ده هو الاصل يجيب دليل مخالف لي من الاسلام، يعني ما يجيب لي الديمقراطيه. الديمقراطيه هي عباره عن فكر قائم على اساس غربي وضع لحياه غربيه. ما النموذج الذي اتى به الاسلام نموذجا توقيفيا من الله؟ النموذج الذي جاء به الإسلام هو نموذج الخلافة الذي بويعد عليه أبو بكر رضي الله عنه وعمر وما إلى ذلك، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة، ستكون الخلافة راشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إمام،
من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه ما استطاع إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. فهذا هو النموذج، النموذج أن يبايع رجل من المسلمين بشروط طبعا معينة، حتى الشروط هذه لم تأتي بها الديمقراطية، إنما هي شروط حددها الإسلام وبينها وبين طريقة التنصيب وطريقة البيعة. فعفوا يعني مسألة الديمقراطية هنا، مسألة الديمقراطية هي بتناقض الإسلام، ليس من المسائل الفرعية التفصيلية. عشان يعني أنا شايل موبايل، موبايل مصنوع في أمريكا، الإسلام يبيح لي استعمال هذا الموبايل لأنه هو يعتبر من الوسائل والأساليب، لكن يعتبر تشكيل تشريع، تأخذ تشريع من الغرب، هذا ما لا يجوز. ليه؟ لأنه الأصل الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلمين أن يأخذوا التشريع من عنده قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. جميل جدا، شكرا، وضعت هذه النقطة. شباب طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. اسمك؟ مؤتمن كرم الله. جميل. شاكر ومقدر للفرصة. اولا بالنسبه لموضوع النهضه، انا شايف انه الحركه الاسلاميه السودانيه هي سبقت حركه النهضه في الطريق ده، وشايف ان هي خطوه في الاتجاه الصحيح، خطوه في تقديري ان هي بتعبر عن روح الدين الاسلامي وبتعبر عن الدين. لو رجعنا للتراث الاسلامي بالنسبه للاخ محمد جامع، اول حاجه كيفيه اختيار الحاكم، دي على الكيفية اللي تم بها اختيار أبو بكر الصديق كانت بتختلف تماما عن الكيفية التي تم بها اختيار الخليفة عمر بن الخطاب. أبو بكر الصديق بيعته كانت فلتة، يعني أنا حتى لو المغولة ما ثبتت صحتها لعمر بن الخطاب، لكن هي كانت كذلك، يعني لأنه كان في زي ما معروف وزي ما ذكروا الإخوة إنه كان في جدال في أن يكون الأمير أو الخليفة هو من الأنصار أو من المهاجرين، وبعد ذلك بعد ما تمت المرحلة دي، هل الخليفة ذاته إذا كان من القرشيين هل يكون من بني هاشم أو بني عبد المطلب باعتبار نسبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني علي بن أبي طالب جادل أبو بكر الصديق، قال لهم أنتم جادلتم الناس في 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 إنه لن تدين العرب، لن تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. هذا الخطاب الذي قدمه أبو بكر الصديق في سقيفة بني سعد، إنه العرب ما بدينوا إلا لقريش. ماذا تريد أن تقول من خلال هذا الكلام؟ ما أود قوله أن في الإسلام أو في فصل تام ما بين الدعوي وما بين الدين. الخطاب الدعوي أنا أقول إنه لم تكن في 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 تاريخ الإسلام هناك نظام محدد منزل من الله عز وجل يهتدوا به البشر أو يتبعوه من ضل عنه يعتبر من الضالين، يعني إنما إجراءات بتتم على حسب تحديات ومتطلبات الواقع، وده حصل في 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 الخليفة أبو بكر الصديق، الخليفة عمر بن الخطاب، سيدنا علي، سيدنا عثمان، إلى النهضة. يعني جميل جدا، وضحت هذه النقطة. أستاذ هشام، يعني هل هذه الخطوة تؤثر في الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي؟ هل لها أثر؟ سيتبعها حركات إسلامية تحزو نفس الحزو؟ وانت بتخلينا نبدأ بحكاية الخلافة دي برضو أواصل فيها نقطة بسيطة. جميل جدا، تفضل. اللي هو يعني عشان برضو ما يحصل لبس في الحكاية، المراجع واضحة جدا، كلمة فلتة ما كلمة مني أنا، يعني كلمة موجودة في التراث، وأنا حيلة ثلاثة مراجع رئيسية في التاريخ وناقشت موضوع الخلافة، سير علام النبالة الإمام الذهبي. و شو خليني أقاطعك، نأخذ فاصل ونجي راجعين نكمل النقطة دي. خليك مشاهدين الكرام، فاصل قصير نواصل هذا الحوار، كونوا بالقرب. جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج على المحك، التي نناقش فيها الفصل بين السياسي والدعوي في حركة النهضة وأثره على الحركات الإسلامية في العالم والعالم الإسلامي. أستاذ هشام، النقطة لديك. إكمالا للحديث، وردت كلمة فلتة كوصف من عمر بن الخطاب لما حدث في سقيفة بني ساعدة،
وردت في كتب التاريخ وكتب التاريخ حتى السني وليس كتب التاريخ الشيعي. يعني مثلا سير اعلام النبلاء للذهبي، تاريخ الطبري، ولاحقا مقدمه ابن خلدون، فدي كتب معتبره الناس ممكن ترجع لها، وحتى نجيب رقم الصفحه يعني. ده نمر واحد. نمر اثنين، لاحظ للمصطلح تم استخدامه او استخدم عمر بن الخطاب لما جاء وتوفي ابو بكر رضي الله عنه. يعني كانت اسمها كان كلمه خلافه ورد المعنى اللغوي البسيط، مش بقول لك في معنى لغوي اصطلاحي، الوقت ذاك ما كان في معنى اصطلاحي، والنصوص دي كلها مشكوك فيها، وممكن يعني اذا في حلقه ثانيه نراجع النصوص الذكر الاخ. كانت كلمه خلافه بمعنى فلان خلف فلان، زي الخليفه بتاع فلان في الشيخ الصوفيه، يعني ابو بكر الصديق خليفه النبي، وجاء عمر بن الخطاب فبقت فكره خليفه النبي صلى الله عليه وسلم طويله، فقام ليست مساله الهيه او توقيفيه، ليست مساله توقيفيه، مساله اجتهاديه. ما يخص الفكر الدخيل ايضا باعتبار الديمقراطيه فكرا دخيلا، هذه ايضا ازمه ومشكله للعقل المسلم المعاصر لم تكن قديمه يعني. يعني عندك النبي اسليم سنتعرض لهذه النقطه حول الاصاله والمعاصره، لا لكن بس هذه النقطه هذه النقطه. عمر بن الخطاب الشكل الاجرائي بتاع الدوله استفاد منه، جاب دواوين فارس، ده شكل اجرائي. انت ممكن تقول لي يا اخي ده شكل اجرائي زي الموبايل، انا حاليا عندي موبايل وفي سماعات والاستوديو هو من الغرب، لا، الشكل الاجرائي نفسه وراه بيستبطن فكره ممكن تكون دي اسمها البيروقراطيه اللي هو اجرائيات، كانها وزاره ماليه، دواوين الدوله. ففكر دخيل مقابل فكر اصيل، هذه اشكاليه كبيره وقع فيها، يعني واقع فيها العقل المسلم اليوم، ممكن نناقشها. ما يخص الحركة الإسلامية النهضة وأثر على الحركات الإسلامية الأخرى أيضا، نعم، ما فعلته حركة النهضة من تمييز، أنا بحب استخدم كلمة تمييز أو استخدم كلمة فصل بين السياسي والدعوي، وليس السياسي والديني، هي هنا نكون دقيقين باعتبار أنه النقطة دي انتبه لها المداخل هنا مؤتمن، أنه الدعوة ليست هي الدين، الدين هو الشيء الأشمل، الشيء الشامل، السياق الكامل اللي بيكون فيه الإنسان في فعله، السياسي في البيت هو نايم هو صاحي، الإنسان كإنسان كده بكج وحدي بيكون هو حتى لو كان في البرلمان هو مسلم مثلا أو مسيحي عنده دين، لكن عملية الدعوة دي عملية مختلفة بيتصدوا لها ناس، فهنا إذا دخلت وتداخلت مع السياسي المربوط بالسلطة بتعمل مشكلة وعاملة مشكلة. لأنه الليلة مثلا يعني أضرب مثال، في اتجاه دعوي معين بيشتغل عنده مساجد معينة، ده إذا مسك الدولة كل الخطاب كل الإعلام حيمشي في اتجاهه، وفي آخرين مسلمين برضو عندهم رأي في الدعوة بتاعته، فبنعمل مشكلة. فالتمييز هو ده وعي بالنظرية الحديثة السياسية. جميل جدا. أستاذ محمد جامع، داني أسألك، ما الخيار الذي كان ممكن أن تفعله ومتوفر أمام حركة النهضة في ظل الصراع الداخلي وداخل التونسي؟ أولا أخ جهاد، يعني طبعا لابد أن أشير لبعض الإشارات لكن أنا حرجع عليها بعد ما أذكر أمرا ومنها إجابة إلى سؤالك. مسألة يعني هذا التحول في القرارات الآن في بعض الحركات، هذا الأمر ما جديد حقيقة، خاصة في الفترة الأخيرة، يعني بعد ما مسك أوباما يعني الإدارة الأمريكية. معهد بروكينجز أصدر دراسة سماها إشراك العالم الإسلامي استراتيجية التواصل للفوز بحرب الأفكار. الدراسة دي قال لابد أن أمريكا تستخدم سياسة ناعمة ضد المسلمين لتغير الأفكار والمفاهيم الأساسية الإسلامية، ويتب ضرب النصوص المقدسة وتشويش عقول المسلمين. الدراسة ماذا موجودة حتى اليوم حتى الآن موجودة في الموقع بتاع معهد بروكينجز. ما علاقة هذا بالخطوة التي خططها حركة النهضة؟ فبعد الدراسة دي قالت أنه الرئيس المقبل البيجي ده لابد يعمل زيارات للعالم الإسلامي ويقوم بالتبشير للسياسة الجديدة دي. أوباما مباشرة لما تولى الإدارة الأمريكية عمل 4 خطابات مشهورة جدا في العالم الإسلامي، زار أنقرة تركيا في 2009، وزار القاهرة بعديها، وزار جاكرتا بعديها اللي هي أكبر البلاد الإسلامية، وبشر بالثقافة الجديدة اللي هي ثقافة يعني تغيير السياسة العسكرية ضد المسلمين بالسياسة الفكرية الثقافية اللي هي ضرب المفاهيم. يعني أستاذ هشام بيقول أنه كثير أن الألفاظ أو الأحاديث اللي ذكرتها دي مشكوك، أو نفس الكلام ده قاله السيسي، يعني السيسي قال هنالك، الرئيس المصري قال هنالك نصوص مقدسة ينبغي يعني تغييرها. الكلام ده قالوه كثير جدا من المنظراتية في العالم، بما أنه في استراتيجية جديدة للتعامل مع الأفكار الإسلامية لضرب الحركات الإسلامية وتغيير الهوية بتاعتها. عشان كده تغيير النهضة كجماعة ما كان جديد. في السودان برضه هناك جماعات غيرت المنهج بتاعها، وكمان في الصحف، يعني صحيفة المجهر السياسي ذكرت قبل أيام أنه في جماعة قامت بتغيير
يعني هل المنهجيه بتاعتها. هل يمكن ان نعود كل من يعيد النظر في الفكر الاسلامي وقراءه مغاير للنصوص الاسلاميه انه يصدر عن نظريه المؤامره؟ لا ما هي مش كده. اوباما قال صراحه، اوباما قال في مؤتمر واشنطن لمكافحه التطرف الكلام ده في 15 يعني في 17 18 19 فبراير 2015، قال الحرب الجايه دي حرب افكار، حرب افكار، وقال المساله ما مساله قتل، المساله مساله قناعات وثقافه. جميل جدا. فكره معينه لابد ان اوصلها، انه يعني هنالك العدو شغال بيضرب بينحت في 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 في, في الاسس الشرعيه للاسلام. والكلام ده اوباما بيقول لا، احنا قال ما حنحارب المسلمين الان بجنودنا، قال المسلمين حنحاربهم بشبابهم. عشان كده من شباب الإسلام تكونت جماعات علمانية سمت نفسها، وأن هي بتقوم بنخر الأفكار الإسلامية، وكمان حتى يعني تشكيك المسلمين في حتى في الأصول، حتى في القرآن وفي السنة. عشان كده المسألة لابد أن ننتبه لها. يعني أنا بعد أتعامل مع مسلم، الأصل الأساس بينه وبينه هو الإسلام، مش الديمقراطية ولا العلمانية. يعني واحد يقول لي لا الأساس كده، لا الأساس هو الله، قال الله وقال رسول الله. فإذا لما تشكك لي في قال الله وفي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعدين إحنا خلاص نوقف النص تماما الشرعي ده، القرآن والسنة، ونتعامل من إحنا ذاتنا، هل إحنا خلقنا الله أو لم يخلقنا الله؟ عشان المسألة تكون مؤسسة. جميل جدا. أمشي للنقطة اللي بعديها التي سألتك حولها. المسألة الأخرى، لابد يا أستاذ لابد أن نفرق بين مسألة الانتخاب وبمسألة النظام. الانتخاب حكم شرعي جائز. الصحابة انتخبوا عمر، يعني أنس مسألة البيعة دي انتخبوا أبو بكر رضي الله عنه، ولما عمر طعن رضي الله عنه انتخبوا عثمان أو علي مثلا. الانتخاب ده حكم جائز في الإسلام. يعني الانتخاب ده ما جد بالديمقراطية بالمناسبة. الناس قاعد يقولوا الانتخاب ده أجمل أفكار الديمقراطية، الكلام ده مردود على قائله. الانتخاب فكر موجود في الإسلام بدليل الصلاة. نحن لما نصلي الإمام ما جاء، الناس بتقوم تشوف فلان منهم فلان يقدموا فلان، ففلان ده انتخاب، ده اختيار يعني. لكن الاختيار لابد أن يكون بأسس. اللي بنختاره ده يختاره عشان يعمل شنو؟ هل يمكن يعني أن تجعل هذه النقطة توفيقا يعني بين الإمام الديمقراطية؟ الإمام هل يمكن أن تجعلنا هذه النقطة نوفق؟ لأنه الآن الديمقراطية روجت وصوغت في بلاد المسلمين باعتبار أنها هي فقط فكر لاختيار الحاكم، ما فكر للتشريع. يعني ما فكر ليختار حاكم بينظر من عقله، بيأتي من بنات أفكاره بأحكامه بأفكار. لم تجبني على سؤال، لم تجبني على سؤالي. ما الخيار الذي كان يعني يمكن لحركة النهضة أن 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 يعني تتجه إلى؟ أنا كحزب إسلامي أو أنا كحزب بيعمل لإقامة حكم الإسلام، الخيار أنك تكون ثابت على المبدأ ولو تغير كل الناس. يمكن أن يقال هذه راديكالية جذرية؟ هذا ما هو قاله الغرب. الغرب أنا قلت لك يعني مؤسسة راندي قالت المسلمين اللي بيتمسكوا بدينهم يسموا أصوليين، وسميهم ما سميهم. فهو الغرب ما هو اللي بيحدد لنا كيف نعيش، إنما الله هو الذي يحدد لنا كيف نعيش. جميل جدا. نعم. خليني أشوف الشغل. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصبح التيار العام الآن يفكر في إرضاء المسيطر على الوضع في الكرة الأرضية. هناك يعني صراع في المنطقة بتاعت شمال أفريقيا والعالم الإسلامي كله. الغرب عنده نظرية عايزة تسود العالم، إنه الأحزاب الموجودة يكون فيها جانب ديني لكن محصور في أمور جزئية في الحياة، صوم صلاة زكاة قيام ليل صوم الاثنين والخميس، ده ممتاز لأمريكا ولأوروبا. أما إنه الإسلام يتدخل في كل شأن الحياة، ده أمر مرفوض. وحتى يعني السياسيين الغربيين توني بلير، جورج بوش، أوباما، قائد العمليات العسكرية في بريطانيا، لن نسمح بإقامة الشريعة الإسلامية في ليبيا. لذلك الأحزاب، بعض الأحزاب سعت إنها ترضي المشروع الغربي في العالم الإسلامي. جميل. كيف تقرأ هذه الخطوة التي اتخذتها حركة النهضة؟ الأصل في الأحزاب الإسلامية إنه تكون ليس هناك أحزاب زمنية وأحزاب دينية. حزب في الإسلام حزب واحد له فكرة يعمل على إيجادها في الواقع، وهذه الفكرة لا بد أن تكون فقط من العقيدة الإسلامية لأنها شاملة وكاملة وغير ناقصة، لا تحتاج إلى الفكر الغربي أصلا. جميل جدا. تفضل. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. تعقيبا على كلام أستاذ هشام، أريد أن أنوه إلى نقطة مهمة جدا، أن الحرية في الإسلام مقدمة على التشريع، والقرآن الكريم طافح بالأدلة على هذه الأشياء. لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فحرية الإنسان مقدمة على التشريع وعلى التشريعات الإنسانية. الله سبحانه وتعالى لم يعطي الإنسان تشريعا إلا وأعطاه الحرية أولا. النقطة الثانية اللي أريد تنويه إليها تعقيبا على كلام أستاذ هشام، هي في الفهم وفي خلط المفاهيم للمفهوم العلمانية. العلمانية في الدول الغربية غيرها في الدول الإسلامية. يعني هناك في الدول الغربية اضطروا إلى استخدام هذا النوع من نظام الحكم
العلماني لتعدد الأديان لاختلاف الأديانات، لكن في البلدان الإسلامية ديننا واحد. إذا سمحنا مثلا بانتشار هذه الأشياء الموجودة في الغرب كالخمر والزنا وهذه الأشياء في مجتمعات إسلامية، هذه لم تعد إسلامية. إذا سمحنا بانتشارها على نطاق واسع، لم نحصرها في أطر ضيقة، لم تعد هذه إسلامية. فهذه العلمانية ليست، أنا أرى أنها يجب استيعابها بمرونة قليلا، ليست فصل للدين تماما عن الدولة، وإنما استيعابها بقليل من المرونة، وهذه المرونة موجودة في الإسلام لكن باختلاف الفهم في التيارات الإسلامية. جميل، شكرا جزيلا لكم. تفضل. ابتداء أنا دار أتحدث عن أنه ما كل فكرة صائبة هي فكرة فعالة، فريق تفريق التمالك بيني بين الأفكار الصائبة والأفكار الفعالة. ما فعلته النهضة هو تفاعل إيجابي مع الواقع، الواقع المتحرك، هو تأسيس لمجال عام. نحن الآن مسلمين في العالم الإسلامي، هناك تداخل بين المجالات، مجال العام هو المجال الاجتماعي الحد الفاصل ما مجتمع الدولة، والمجال السلطوي. المجال السلطوي للأسف الأحزاب الأيديولوجية عاثت به فسادا. الحزب بأيديولوجيته الذي يسيطر على الحكم يفرض أيديولوجيته ودعوته وهكذا. ما فعلته النهضة قراءتي له هو تأسيس للحرية، فكرة حزب وظيفي، فصل ما بين الداعي والسياسي. الحزب الوظيفي يقدم الخدمات الاقتصاد والاجتماع وغيرها، أما المجال العام تترك الدعوة عند حركة النهضة، يعني تتدافع مع كافة أشكال الدعوات، وهو موازنة ما في المنهج وفق الواقع. النظرية التي تنطلق منها يعني المتحدث حزب التحرير لا تصلح، كما يقول الشيخ الترابي، لا تصلح تطبق إلا في مجتمع الملائكة، وهذه النفسية العامة لحركات الصحوة الإسلامية. للأسف الحركات الصحوة الإسلامية لا بد أن تبارح هذا الموقف، الموقف الرفض المطلق، الرفض المطلق للقرب والانكفاء على القشريات، لا بد أن تركز في جوهرة. شكرا محمد صارس. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد شكر للإخوة لهذه الفرصة. سمعك. طيب ما قامت به حركة النهضة هو يعتبر يعني تخلي صريح للثوابت الإسلامية، وهو رضوخ للتوجه العالمي والقوى الإمبريالية كويس لإبعاد الإسلام عن الحياة. فعندما نتحدث عن أنه لا مسألة فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي هو مجرد تقسيم ساكت كما يقول، فهذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه في فرق بين أنه أنا أقسم أقول الإسلام كويس هو عبارة أن أحدد علاقات الإنسان كويس، علاقة الإنسان بنفسه وبخالقه، هو وصف واقع، هو وصف واقع، وصف واقع بندرك صحته من خطأه بانطباق هذا الوصف على الواقع. أما كوني أنه أنا أقول أنه أنا أفصل الدعوة عن العمل السياسي، فده بيحتاج عشان أعرف ما هي الدعوة. الدعوة يعني شنو نتكلم عن الدعوة؟ الدعوة هي حمل الأحكام الشرعية والإسلامية للناس كويس للتغيّد به في حياتهم اليومية، مش كده؟ الدعوة إنه أنا أحمل الإسلام لك عشان تتغيّد به في حياتك في سلوكك. طيب حياتي وسلوكي ما فيها الأحكام السياسية، الأحكام الاجتماعية، فإجبا إذن لما أنا أقول إنه الدعوة كويس نفصلها عن السياسة كويس هي لا تعتبر جريمة ولا تعتبر تخلي عن أحكام الإسلام، الكلام ده غير صحيح، لأنه الأصل في الإسلام عقيدة كاملة وشاملة وتفصيلية. جميل جدا، شكرا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا أستاذ هشام. يعني ما فعلته حركة النهضة لا يمكن أن يجعلها تشبه كثيرا حركات يعني الحركات والأحزاب اليمينية الغربية. وثانيا يعني ما يعني قد يسأل البعض يعني مثلا يعني ما الفارق الجوهري بين الحركة النهضة وأي حزب آخر، باعتبار إذا كان الجمع بين الدعوي والسياسي هو الفكرة الأساسية التي تجعلها حركة إسلامية. طيب يعني مثلا أبدأ بسؤالك فيما يخص الفرق بين حركة النهضة وأي حزب آخر. الفرق بيكون في البرنامج. ما هي النهضة خلاص ماشي تقبل فكرة الحزب الحديث. الحزب الحديث مجموعة بسيطة من الناس وما بكونوا مجموعة كبيرة خلاص، والمجموعة دي عندها برنامج للدولة للسياسة وبتبشر بالبرنامج بتاعها، عندها قواعد اجتماعية. القواعد الاجتماعية بتنتمي للحركة الإسلامية. الغنوش قال في الخطاب بتاعه النهائي قال أو في بعض تصريحاته إنه هم حيكونوا متحالفين او حيكون في ثمها وفي علاقه مع الجماعات الدعويه القريبه الشغاله في المجتمع. الاطروحه دي واضح انه شويه تكلمنا عن السياسه، تكلمنا عن المجتمع، هي دارت تعبر عن شنو؟ دارت تعبر عن اطروحه ذكرها اخر مداخل من الضيوف
اللي هو هي دي أطروحة مضادة للإسلام الشمولي، الرؤية الشمولية للإسلام. وهنا الشمولية ما بالمعنى الإيجابي، أنا أتكلم عنها بالمعنى السلبي اللي هو الإنسان اللي بيعاين للحزب اللي هو دخله اليوم، حزب مفترض يعمل، حزب مفترض دخله الجنة. أنت بتخش الحزب عشان تخش الجنة، دي مشكلة، ودي بتوقعك في الراديكالية والتطرف، اللي هو واحد مستعد ما يتخلى عن أفكاره حتى وإن كان في الواقع الحياة هي بتخدم الفقير، بتخدم الجائع، بتخدم الإنسان البسيط ومشاكله اليومية. لا، هو بيبلغ أقصى مدى بالفكرة، وعلي وعلى أعدائي شفتها؟ إن شاء الله الأرض كلها تتحرك وفكرتي تمشي، بس لأنه فكرتي جاي من الله، وده تصور خاطئ. هي ما جاي من الله، هي جاي من تفكيرك أنت، من فهمك أنت، وفرق كبير بين فهمك أنت والأنا مختلف معك فيه. فكيف نحل الإشكال ده؟ دي نقطة أساسية. النقطة الثانية وضحت من خلال طرح الغرب مقابل الله، يعني شوف إحنا من قبل أي فكرة نطرحها يبقى المقابل بتاع الله طوالي. كلامنا عن الديمقراطية، كلامنا عن يعني قبل الخلاف بتاعنا اللي تجاوزناه في الخلافة في النصوص، في كده طوالي تضعت مع الله، وتوضحت إنه أوباما وإسرائيل وما أعرف إيه دول كلهم بيتآمروا ضد المسلمين، والفكرة دي خاطئة. يعني مثلا النصوص ومراجعات الفكرية دي بدت من قبل أوباما يتولد أصلا. يعني محمد عبده، الإمام محمد عبده، ما في الرجل يشك في انتساب الإسلام، كان بيراجع وبيجدد الفكر الإسلامي. الشيخ المجدد رشيد رضا بدأ موضوع الأحاديث، وكيف إنه في كمية من الأحاديث ما صحيحة وموضوعة بسبب السياسة. زي مثلا حد أنا بفكر حديث الخلافة في الاتجاه ده. ففكرة الغرب مقابل الله دي فكرة ما صحيحة. الغرب أول شيء ما اتجاه واحد، الغرب ما رؤية واحدة. عموما فيما يخص الأطروحة أنا أتكلم عنها، إنه الإسهام الجديد بتاع المسلمين حيكون شنو؟ هو عودة الدين للمجال العام، عودة فكرة الحرية. ذكرها اثنين من المداخلين، الدين حرية، الدولة قهر سلطة، والدولة موجودة منذ القدم. خلي الدولة الحديثة بتاع الديمقراطية، لكن الخلافة نفسها والإمبراطورية العباسية والحكم الملكي بتاع بني أمية، بتاع إنك أنت معاوية يخلف ولد يزيد ولسه موجود في دول في المنطقة العربية السعودية وكده، ده كله قهر ضد حرية الإنسان. الدين بيغذي حرية الإنسان، فكيف يرجع؟ ده الكونتريبيوشن، ده الإسهام الممكن يعملوه بيعملوا الفكر الإسلامي الجديد المعاصر، إنه كيف الدين يرجع. جميل جدا العام. دكتور كيف ترد على هذا الكلام؟ نعم، يعني اولا حقيقه هي صيغه كثير جدا من التناقضات كما ذكرت، لكن اولا يعني حزب داخلك الجنه. طيب انا اذا كان اصلا انا حياتي مال الله وما اقدر اخش الجنه، انا اقدر اخش وين اصلا كمسلم يعني او باعتباري مسلم؟ الى اين اريد ان ادخل؟ يعني انا ممكن اخش شغال معي عشان يدخلني النار مثلا نار جهنم، عشان اصلي مثلا بنار جهنم؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليه انا بقدم نفسي للسلطه؟ ليه بكافح الانظمه السياسيه؟ ليه بصارع الافكار الموجوده؟ ليه انا بعرض للاعتقال، بعرض للضرب والقتل عشان مش اخش النار مثلا؟ الله سبحانه وتعالى بيقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الآية دي بتقول أنك أنت تعمل كحزب سياسي عشان تأسس لعمل معين، الله بيقوله في الآية. أرجع للتفاسير بتاع كلمة أمة معناها شنو؟ لا يمكن أن لا يمكن أن يتحقق هذا الخير إلا من خلال فكرة فكرة الخلافة. فكرة ما هي فكرة الخلافة؟ ماذا تعني؟ أليست الخلافة مجرد وعاء سياسي؟ تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. أليست يعني مجرد وعاء سياسي يمكن تغييره بأي قالب آخر؟ هو لابد أن يكون الخلافة كلفظة هي ليست محل جدال. يعني الموضوع هو تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. يعني قلت لك الموضوع مش يسمى خليفة أو يسمى مثلا إمام أو يسمى حاكم أو أمير، ما الذي يقدمه هذا الإنسان؟ يعني إحنا الآن النتيجة الموجودة، هل يمكن أن تقبلون بالدولة الحديثة إذا لم تتعارض مع الشريعة؟ الدولة الحديثة هي الدولة العلمانية التي تعني فصل الدين، هي الوجه المزين بالمساحيق القبيحة لإسم العلمانية. وهو فقط يعني 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 خداع المسلمين باسم الدولة الحديثة، سموها مرة وسموها الدولة المدنية مرة أخرى، لكن هي الدولة العلمانية القائمة على أساس فصل الدين عن الدولة. سكولاريست، سكولاريزم بتعني فصل الدين. يعني يعني ما في مسلم بأي حال من الأحوال عنده تناقض في أن مسألة العلمانية هي فصل مسألة جميل فصل جدا الدين. عفوا دعني أحيل هذا السؤال فقط، أنا ما أرد ما أكملت على كلامه هشام، كلام مهم جدا. هو بيقوله يعني بيقول أنه يعني يعني قبله هشام في مسألة حاجة، مسألة الحرية. مسألة الحرية في أنه هي مقدمة على التشريع. طيب الحرية هي شنو ذات؟ ماذا تعني الحرية؟ يعني هل أنا حر في أن أنا ألبس ما أشاء؟ هل أنا حر في أن أسب الله؟ هل أنا حر في أن أنا مثلا يعني أشرب الخمر؟ في هل أنا حر في أن أمارس الزنا مثلا؟ يعني حمان الله وإياكم. يعني الحرية هل منضبطة بالأحكام الشرعية ولا ما منضبطة؟ أحد يقول لي الحرية قبل التشريع، يعني هل أنا حر قبل الحكم الإلهي؟
وام ان انني عبد لله سبحانه وتعالى اصلا ان اتقيد باحكام الله سبحانه وتعالى. فكلمه الحريه دي لابد ان تكون منضبطه بالاحكام الشرعيه محدده. ماذا تعني بالحريه؟ عشان ما في واحد يقول لي يعني معناه فريدم زي ما قالوا في الغرب، وانه في اربع حريات: حريه الشخصيه، وحريه التملك، وحريه العقيده، وحريه الى اخره. فالحريه في الاسلام عندنا ما مطلقه، مقيده. عشان كده ما تقول لي قدام التشريع، ما في حاجه اسمها قدام التشريع. الحريه مقدمه بالتشريع. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امرهم. ما في تخير، يعني انت ما يحق لك في انك انت يعني تتقدم او تتاخر الا بناء على امر الله. اما الكلام بتاع انه الغرب هو الاساس ونحن هم المجرمين ونحن الارهابيين، دي الفكره الاساسيه الان زي ما قلت بيقوم بها يعني الغرب حقيقه. والكلام بتاع انه اوباما ما هو الاول يعني الاوجد الافكار المتعلقه بحرب الافكار، صحيح ما هو الاول، لانه اوباما هو عباره عن حاكم في مؤسسه ضخمه لها مبدا اللي هي مبدا الراسمالي. فنحن هل تريد ان تقول ان ابن عاشور والذي ذكره محمد عبده كل هؤلاء وقعوا اثر نظريه مؤامره وانتقدوا بعض الفكر الاسلامي وبعض جوانب الاسلام من منطلق يعني مؤامره؟ حقيقه يعني انا ارفض كلمه يعني قصه المؤامره هذه. الغرب عنده استراتيجيه في التعامل مع العالم الاسلامي، الاستراتيجيه الاستعماريه البغيره. الغرب عشان يؤسس هذه الاستراتيجية في بلاد المسلمين لابد أن يكون هنالك من يحمل هذه الثقافة حتى يكون زي مثل سكين أوف سنيك. لم تجبني على سؤالي، هل هؤلاء كانوا ضحايا لهذه المسألة؟ في بداية الأمر نحن يعني ليس الموضوع هو اتهام أشخاص أو اتهام حركات، الموضوع هو أفكار، نحن نناقش أفكار. يعني الموضوع طيب أفكار هؤلاء، الأفكار ترجع تقاس على الإسلام. كل من خالفت فكرته الحكم الشرعي والإسلام ترد فكرته. يعني الإمام مالك يقول كل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، فمن هو أفضل منه؟ يعني مثلا حتى نقول والله يا أخي نأخذ. إذن من ذكرتهم لك هل تختلف ما جاءوا به حول خصوصا فكرة الدولة المدنية التي كان يدعو لها محمد عبده؟ الدولة المدنية فكرة علمانية تخالف الإسلام تماما، وهي الفكرة القائمة على إبعاد كل من سمى بها. وإن كان هذا الشخص محمد عبده كان علمانيا؟ أنا أقول لك لا، الموضوع ليس ليس بمحاكمة الأشخاص، حاكم الفكرة، إنسان يقول بإبعاد التشريع عن حكم الله سبحانه وتعالى، كائن من كان هذا الكلام، وهذا كلام مناقض لحكم الله سبحانه وتعالى، فكائن من كان هذا القائل يرد كلامه. أستاذ هشام، يعني الدولة الحديثة البعض يقول أنها تتعارض جذريا مع الدين الإسلامي الذي ترد فيه كل التشريعات إلى الله سبحانه وتعالى. والدولة الحديثة ترد فيها كل التشريعات إلى المجالس البرلمانية أو الحزبية أو غيره والتشريعية. تفضل. فكرة خاطئة طبعا، فكرة خاطئة تماما، وبتستبطن مفهوم خاطئ للإسلام وللدولة كمان. لأنه كلمة الدولة الحديثة دي هي بتعني الدولة المعايشة الآن بعد ما جاءت الحداثة في أوروبا. لكن كده خلينا نشير كلمة الحديثة، نتكلم عن دولة. الدولة دي موجودة منذ أن وجد البشر. باختصار أن حلقتنا تعال باختصار لديك دقيقة. تفضل. كانت في مؤسسة سياسية، المؤسسة دي موجودة، الخلافة كانت جزء من السياسة بتشبه الإمبراطوريات في الزمن داك وكذا. عموما عشان الزمن راح، أنا دا أقول حاجة، الفكر الإسلامي الحديث المشي في اتجاه النهضة ده اتجاه ممكن يؤسس لنظرية جديدة تتبناها حركات إسلامية وتحدث تطور ونقلة في الواقع. جميل جدا، إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا باختصار شديد في 5 ثواني؟ الذي يحدث الآن هو يعني إيهام المسلمين أنهم يتخلون عن دينهم ويعني يتمسكون بأحكام الغرب الديمقراطية وغيره. لكن هذا لا يحبط المسلمين، بل أن الخلافة قائمة وأحكام الله حتطبق. جميل جدا، شكرا جزيلا إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ محمد جامع محمد مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في السودان، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا الأستاذ هشام الشواني الباحث في الفكر الإسلامي والحركات الإسلامية المعاصرة. وأشكر أيضا الشباب حامد الصديق ومع عبد الله عبد الرحيم وأيضا أبو بكر حامد الشبيلي وعبد العظيم عيسى ومؤتمن مكرم ومحمد صابر الترابي. شكرا جزيلا شباب. وإلى هنا مشاهدين الكرام نصل لنهاية هذه الحلقة من برنامج على المحك، حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.